السلام عليكم. روسيا بدأت بالإعداد من أجل فرض حصار خانق وقوي وخطير في نفس الوقت على أوكرانيا في الفترة القادمة، وهذا كله نشر بتفاصيل من قبل وزارة الدفاع البريطانية نقلا عن معلومات استخبارية قادمة طبعا من المخابرات البريطانية، بالإضافة إلى ذلك إلى معلومات قادمة من وزارة الدفاع الأوكرانية. تفاصيل ما جاء هنا هو ببساطة بأن بمجرد ما انسحب روسيا من اتفاقية الحبوب بينها وبين أوكرانيا، قامت بإعادة تموضع وتمركز الأسطول الخاص بها في البحر الأسود، وذلك من أجل الإعداد لمحاصرة وفرض حصار على شمال البحر الأسود، بل إنهم أرسلوا طرادا يطلق عليه الطراد سيرجي كوتوف هنا بهذه المنطقة في الممر الذي يأتي بين طبعا مضيق البسفور وكذلك بين أوديسا، وذلك من أجل مراقبة السفن التجارية القادمة من هذا المضيق، وليرون ما إذا كانت هذه السفن ستتجه إلى أوكرانيا أم لا، وهذا من أجل التمهيد طبعا لعملية استهدافها. فروسيا كانت واضحة بمجرد ما انسحبت من هذه الاتفاقية، قالت ببساطة بأننا سنستهدف كل السفن التي ستذهب من وإلى أوكرانيا، وهذا لأنها لا تريد للتجارة أن تمر أو للأمن الغذائي أو الغذاء من دون أن تكون موجودة في هذه المعادلة. وكذلك جزء من الحصار هو سيكون أيضا من قبل الطائرات الروسية بحسب ما تحدثت عنه وزارة الدفاع الأوكرانية، أي ببساطة بأن الروس يريدون ليس فقط من حرمان أوكرانيا من بحر آزوف بعدما تقدموا طبعا بنجاح إلى أربعة أقاليم لوغانسك، دانييتسك وخيرسون وزاباروجيا منذ فبراير من العام الماضي مع بدء طبعا العملية العسكرية الروسية، ولكن يريدون إغلاق هذه المنطقة لصالحهم، وبالتالي لا منافذ مائية لأوكرانيا، أوكرانيا غير قادرة على القيام بأي عملية تجارية بعد الآن، وهذا سيضغط كثيرا على الداخل الأوكراني، سيعرضها لمشاكل اقتصادية تجارية خطيرة في الداخل، وأيضا في نفس الوقت ستكون هنالك مخاطرا كبيرة على العالم، لأننا نتحدث هنا عن الحبوب. أوكرانيا تعتبر سلة غذائية مهمة بالنسبة للعالم على العديد من المستويات، وليس فقط على مستوى الحبوب وإغلاقها طبعا سيعني بأن هنالك دول كثيرة ستعاني على مستوى المجاعة، على مستوى الغذاء وكمية الغذاء التي تأتي للعالم، ومنها طبعا الدول الأفريقية. بالتالي هذا التطور يعتبر خطير وليس بالسهل أبدا، والأمور وصلت لهذه الدرجة بين روسيا وبين أوكرانيا، وذلك لأن روسيا سجلت العديد من الملاحظات على أوكرانيا أثناء وجودها في هذه الاتفاقية، اتفاقية الحبوب، وبعد ذلك لاحظوا الروس وسجلوا مخالفات على الأوكرانيين أثناء وجودهم بهذه الاتفاقية، آخرها طبعا كانت ضربة واستهداف أوكرانيا لجسر شبه جزيرة القرم أو جسر كيرش، استهدفته أوكرانيا بطبعا زورق مفخخ كان قادما من أوديسا، استهدفه طبعا وضربه بهذا الشكل، وبالتالي هنا طفح الكيل بالنسبة لروسيا وانسحبت من هذه الاتفاقية، بل إنها لاحظت بعد انسحابها من الاتفاقية إلى أن أوكرانيا بدأت تتحدث مع العالم بأكمله، مع الأمم المتحدة، مع الاتحاد الأوروبي، مع تركيا، وبدأت تقول بأن علينا أن نمضي في مسألة تصدير الحبوب والتجارة عبر أوديسا، عبر مضيق البسفور، ولا دعونا نترك روسيا، روسيا ليست مهمة في هذه المسألة، نستطيع أن ندير الأمور بأنفسنا من دون الحاجة طبعا لروسيا، وهذا هو الذي أزعج الرئيس الروسي سيد فلاديمير بوتين بعد سماعه لهذا الأمر، وبدأ طبعا بضرب البنى التحتية الموجودة في أوديسا بشكل كبير، ومنها مخازن الحبوب، وطبعا كجولة ثانية أو كخطوة ثانية الآن بدأ يفكر وبدأ يستعد بحسب هذه المعلومات القادمة من وزارة الدفاع البريطانية ووزارة الدفاع الأوكرانية، بدأ بفكرة فرض الحصار على هذه المنطقة بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. ولكن أيضا في نفس الوقت معهد دراسات الحرب ISW وجد ببساطة بأن القيام بهذه العملية من قبل روسيا سيشكل خطرا كبيرا أيضا تجاه الناتو، وممكن أن يشعل صراعا كبيرا في الفترة القادمة. فما تحدث عنه معهد دراسات الحرب هنا بأن هنالك دولا مثل رومانيا
مثل بلغاريا وكذلك مثل تركيا، هي تعتبر دول من حلف الناتو، وهذه الدول لديها أساسا نفوذ على البحر الأسود، لديها مياهها الإقليمية، لديها سفنها، لديها تجارتها، وبالتالي وجود روسيا بهذا الشكل وانتشارها بهذا الشكل الخطير ممكن أن يؤدي إلى صدام مع حلف الناتو. الناتو لا يريد الصدام مع روسيا، وروسيا كذلك لا تريد الصدام مع حلف الناتو. وعلى هذا الأساس هذا يرشح بأن طبيعة الحصار القادم من روسيا سيركز على نقطة مهمة وعلى جزيرة مهمة قد فقدت السيطرة عليها في الفترات الماضية منذ أشهر، من أجل ألا تخالف البروتوكولات أو المياه الإقليمية أو غيرها. ونتحدث هنا عن جزيرة الأفعى التي الآن تسيطر عليها أوكرانيا بكل تأكيد، هي الهدف الواضح القادم بالنسبة لروسيا لكي تصل إلى نقطة مقنعة في عملية تطبيق حصار كبير وقوي على الأوكرانيين. فطبعا بالنسبة إلى روسيا هنا إن ما تمكنت فعلا في الفترة القادمة مع هذا الضغط ومع هذه المعلومات الاستخبارية بالتحرك بهذا الاتجاه وسيطروا طبعا على جزيرة الأفعى، فهذا سيفتح الباب لهم للسيطرة طبعا على أي سفينة قادمة من جنوب البحر الأسود الجنوب الغربي. سيكون لهم أيضا نظرة كبيرة ومراقبة كبيرة مع المعدات الصحيحة طبعا تواجدت في هذه المنطقة، سيستطيعون من رؤية ما ممكن أن تفعله أوكرانيا إذا ما هاجمت شبه جزيرة القرم، سيستطيعون من التجسس عليهم وبالتالي إعطاء الدفاعات فرصة أكبر ووقتا أكبر للتصدي لمثل هذه الهجمات. وأيضا في نفس الوقت وجودهم في جزيرة الأفعى هو يفتح الباب بالنسبة للقوات الروسية أن تفكر مرة أخرى للتسلل إلى أوديسا وعبور العبور إلى أوديسا وتشكيل خطر طبعا على أوديسا بهذا الشكل. وهذا هو الذي سيربك أولا الخطوط الخاصة بالقوات الأوكرانية القوية الموجودة طبعا في ميكولايف وفي خيرسون التي بدأت تهدد نوعا ما عبر نهر دنيبرو خيرسون وتفكر أساسا بالوصول إلى شبه جزيرة القرم. هذه الخطوط ستتزعزع، ستضعف تماما، وهي بحاجة إلى الانسحاب طبعا إلى أوديسا من أجل تعزيز خطوطها في حالة ظهور هذا السيناريو أو أن يكون هذا السيناريو حقيقيا بالنسبة لهم، وهو الذي سيجعل الروس أيضا يفكرون في السيطرة على خيرسون بأكملها، تهديد ميكولايف، وفي نهاية المطاف السيطرة على أوديسا، وبالتالي يصبح شمال البحر الأسود رسميا تحت سيطرة الروس. وهو يفتح الباب لهم أيضا في التفكير في ربط أوديسا بإقليم ترانزنيستريا الموجود طبعا في مولدوفا، عبارة عن مجموعة من الانفصاليين الروس الذين هم طبعا موالين تماما لروسيا، وكذلك أن هنالك قوات حفظ سلام روسية موجودة في تلك المنطقة. وبالتالي طبعا أن يكون الربط بهذا الشكل على المستوى اللوجستي مهم للغاية، لأنه لا يعطي فقط ضغطا على مولدوفا والحكومة المولدوفية التي طبعا هي تأتي في هذه الفترة والحكومة الجديدة هي تماما ضد إقليم ترانزنيستريا وتريد اتخاذ قرارات ضد هذا الإقليم، إلا أنها تعطيهم أيضا قوة أكبر على الأراضي الأوكرانية. وعلينا أن نتذكر أن قوات فاغنر موجودة في بيلاروسيا، هي أيضا تأتي من الشمال بشكل خطير. طبعا القوات البولندية اليوم تتحدث بأن هنالك تحشيدات باتجاه بيلاروسيا مع وجود فاغنر، وبالتالي الأمور بهذا الشكل تبدو رائعة على المستوى الاستراتيجي بالنسبة لروسيا. وفي حقيقة الأمر السيطرة على أوديسا والوصول إلى هذا الاتجاه أو هذا التخطيط العسكري والاستراتيجي هو ليس بالمفاجئ أبدا، هو أمر أساسا قد ظهر العام الماضي وعرضه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بهذا الشكل الذي ترونه بعد شهر من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. واتضح جزءا من هذه الخارطة بأنهم يفكرون بالعبور من طبعا شبه جزيرة القرم إلى خيرسون ومن ثم السيطرة على أوديسا. ولاحظ كيف أن الخارطة توضح اتصال لوجستي مهم استراتيجي مع إقليم ترانزنيستريا لتحقيق ما تحدثنا عنه الآن. بالتالي هي أساسا فكرة موجودة بالنسبة لروسيا وحتى لبيلاروسيا، بالتالي جزيرة الأفعى ستعتبر نقطة استراتيجية مهمة للغاية. وما هو مثير بأن في 24 ساعة الماضية بدأت فعلا روسيا بضرب جزيرة الأفعى وبقصفها بحسب تفاصيل نشرها موقع ريبر الروسي، ونشر ما يجري هنا من خلال هذه الصورة إذا ما اقتربنا منها. الحديث هنا في 26 من يوليو كما تلاحظون، ونشروا هذه الصورة للجزيرة وهي أنها بدأت فعلا تقصف
القصف، بعض الأوساط الأوكرانية بدأت تتحدث عن هذه المسألة، وإذا ما اقتربنا من الصورة الحديث عن قصف النقاط التي تتواجد فيها القوات الأوكرانية للتمهيد طبعا للوصول إلى هذه الجزيرة، على ما يبدو في ظل كل المعلومات التي ذكرناها أيضا في نفس الوقت بأن كانت هنالك ملاحظة مهمة من قبل ريبار الروسي بأن كان هنالك أو هنالك في حقيقة الأمر اكتظاظا للسفن هنا في هذه المنطقة التي ترونها، وذلك بسبب الهجمات الروسية التي جاءت على أوديسا، على نهر الدانوب على جهة أوديسا، تسببت بأضرار كبيرة، وأن هنالك اكتظاظا للسفن بهذا الشكل الذي ترونه في هذه المنطقة. وفي نفس الوقت جزيرة الأفعى تتعرض إلى ضربات من الروس للتمهيد، على ما يبدو للسيطرة عليها وتطبيق الحصار الذي يبحثون عن تطبيقه، وهذه أساسا هنا تمهيد عسكري كبير، وكذلك أن هنالك عمل دبلوماسي وسياسي كبير قادم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنفسه لتهيئة العالم لمثل هذا السيناريو الذي سيكون خطيرا على مستوى الأمن الغذائي على العالم وعلى القادة الأفارقة. فكان اليوم أساسا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع وفي استقبال عدد من القادة الدول الإفريقية في سانت بيترسبرغ، وكان قد طمأنهم في حقيقة الأمر في مسألة الحبوب والخطر القادم بسبب كل هذه التطورات، وقال لهم روسيا مستعدة لإرسال الحبوب إلى البلدان الأفريقية دون مقابل، وهي قادرة على تعويض أفريقيا عن الحبوب الأوكرانية. كل شيء بيدنا، أما أن تتفقون معنا وأما سنتصرف كما نريد وسنعوض حلفائنا ولن ندع أحد يتضرر في مسألة الحبوب. هذه الرسالة الواضحة طبعا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن أيضا في نفس الوقت هنا أوكرانيا ليست كأوكرانيا العام الماضي، وأنها أصبحت تشكل تهديدا خطيرا، ومن الممكن أن تجعل الأمور صعبة للغاية على روسيا في تطبيق مثل هذا الحصار الذي نتحدث عنه. فهي تمتلك بالنسبة لأوكرانيا صواريخ عدة ضد السفن ممكن أن تؤدي إلى أضرار كبيرة بها، وهنا نتحدث طبعا عن مثلا صاروخ هاروب الذي ترونه هنا، هذا الصاروخ استخدم العام الماضي ضد هذه السفينة الضخمة، أضخم ثالث سفينة تمتلكها طبعا روسيا، ضربوها بهذا الشكل بهذه الصواريخ التي رأيتمونها قبل قليل وأغرقوا هذه السفينة، وهي سفينة موسكوفا، السفينة التي عندما غرقت طبعا اعتبر العالم بأن هذه أكبر خسارة بحرية منذ الحرب العالمية الثانية على مستوى العالم، كان حدثا كبيرا، أغرقوها الأوكرانيين. أيضا الأوكرانيين طوروا أيضا الزوارق المفخخة الخاصة بهم، بحسب النيفل نيوز في مايو الماضي طوروا أجيالا عديدة لهذه الزوارق، بدأوا يتقدمون كثيرا، وظهر الجيل الثاني من هذه أو من هذا الزورق المفخخ، أصبحت أسرع، أصبحت أقوى، أصبحت أخطر على السفن الروسية، وهذا هو طبعا شكل نوع الدرونز أو كذلك كما يطلقون عليها أيضا السيرفس درونز أو أيضا الزوارق المائية، التي هي طبعا من الممكن أن تشكل تحديا كبيرا لمثل هذا الحصار الذي تتحدث عنه روسيا. وطبعا يجب أن ننتبه بأن مثل هذه الزوارق كانت قد استهدفت هذا الجسر، جسر شبه جزيرة القرم مؤخرا بهذه الطريقة، زورق مفخخ جاء وانفجر وأدى إلى ما أدى إليه، وهذا الجسر لا زال مغلقا حتى هذه اللحظة، المعدات العسكرية غير قادرة على العبور من هذا الجسر، نفس الجسر استهدف العام الماضي في أكتوبر بهذه الطريقة، ليس بالزوارق المفخخة ولكن كان بعملية استخبارية بسيارة مفخخة جاءت وانفجرت بهذا الشكل وأدت إلى ضربة كبيرة للغاية. طبعا الأوكرانيون لم يعترفوا آنذاك بأنهم قاموا بهذه العملية، لكن الآن بدأوا يعترفون وبدأوا يقولون بأن هذا جزء من الأعمال التي نقوم بها خلف خطوط العدو. ورئيس وحدة الاستخبارات الأمنية الأوكرانية كان قد ظهر اليوم بهذا الشكل، بجانبه شخص يرتدي بهذا الشكل هذا التيشيرت كما تلاحظون، وعليه صورة جسر شبه جزيرة القرم عندما استهدف طبعا العام الماضي، وقال نحن مسؤولون عن ذلك. أيضا بالإضافة إلى ذلك، إلى أن الناتو ممكن أن يقدم الكثير للأوكرانيين ويمكن الأوكرانيين كثيرا من أجل مساعدتهم في حرمان روسيا من تطبيق مثل هذا الحصار، بل استنزاف أيضا الأسطول البحري الروسي الخاص بروسيا، والذي الآن بدأ يتحرك بشكل فعال من أجل إطباق أو تطبيق هذا الحصار على أوكرانيا.